حالة من الجدل في الشارع المصري. إنه فيلم الملاك، فيلم إسرائيلي جديد سيعرض على القنوات التلفزيونية العالمية. يتناول قصة سهر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر رجل الأعمال أشرف مروان. ورغم مرور أكثر من 10 أعوام على وفاته، فإن مروان سكرتير الرئيس الأسبق محمد أنور السادات وزوج منى عبد الناصر سيبقى في دائرة اهتمام إسرائيل، حيث كان سببا في انتصار مصر عليها في حرب أكتوبر. وسيعرض الفيلم في 14 سبتمبر المقبل، ويتناول قصة حياة أشرف مروان، حيث يزعم أنه تجسس لصالح إسرائيل ويتبنى وجهة النظر الإسرائيلية التي تروج لاعتبار مروان جاسوسا عمل لمصلحة الموساد. وقال رئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط طارق فهمي أن إسرائيل اعتادت منذ وقت طويل على الترويج أن أشرف مروان كان عميلا مزدوجا، ولكن عند وفاته حضر الرئيس الأسبق حسني مبارك ورئيس المخابرات العامة الأسبق الراحل عمر سليمان جنازته، وأشاد مبارك حينئذ بأعماله الوطنية، مؤكدا أن إشادة مبارك بدور مروان كان بمثابة سق براءته. وتدور أحداث فيلم الملاك المأخوذة عن رواية الكاتب الإسرائيلي أوري بار جوزيف أستاذ العلوم السياسية والخبير في شؤون الاستخبارات، أن مروان قدم للمخابرات الإسرائيلية معلومات قيمة عن مصر في الفترة من 1969 حتى 1975، وتوفي مروان في يونيو من عام 2007 بعد أن عثر على جثته خارج مسكنه في لندن، ولم يعرف حتى الآن ما إذا كان موته قتلا أم انتحارا. لكن أكدت منى عبد الناصر آنذاك أنها واثقة من أن زوجها ألقي به من على شرفة منزله، واتهمت الموساد الإسرائيلي بقتله. نقاد فنيون مصريون يصفون فيلم الملاك بأنه كارثة بكل المقاييس، وأن الدولة المصرية لابد أن تقوم بإنتاج فيلم عالمي يرد على ادعاءات الملاك، قائلين أن إسرائيل هاجمت مروان في فيلم عالمي فلابد من الرد عليها في فيلم عالمي، مشيرين أن الفيلم ليس قضية أسرة جمال عبد الناصر فقط، بل قضية أمن قومي، وهذا العمل يعد اختراقا للأمن القومي المصري على حد وصفهم. في المقابل وافقت مؤخرا الرقابة على المصنفات الفنية على المعالجة السينمائية لفيلم العميل عن قصة وطنية لأشرف مروان سهر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. وقال مؤلف الفيلم أنه تقدم بالعمل قبل الإعلان أو صدور الكتاب المزعوم الملاك الجاسوس المصري الذي أنقذ إسرائيل، الذي أخذت عنه إحدى الشركات الأمريكية قصة لإنتاج فيلم الملاك المصري الذي سيطرح على شبكة الإنترنت بداية من سبتمبر المقبل. ويظهر أشرف مروان جاسوسا مخلصا لإسرائيل، في حين أن العكس هو الصحيح، لأن الملاك شخصية وطنية مصرية حتى النخاع، وظل يخدع إسرائيل للنهاية، وهذا ما ستكشفه أحداث فيلم العميل، والذي سيطرح مفاجآت غير سارة وأسرار صادمة للإسرائيليين.